سنحاسب كل من يتقاعس في حل مشاكل المواطنين. بخطاب شديد اللهجة جاء تقييم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لمراحل تنفيذ برنامج تنمية مناطق الظل خلال اجتماعه بالولاد في لقاء يعد الثاني من نوعه خلال 6 أشهر. لا أخوي العزيز، إن بكري تخاصموا بيناتهم إحنا عايشين، لا أخو. تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام، جمعة طيبة مباركة للجميع. نعود مشاهدينا الكرام خلال حصتنا هذه لملف ما سمي مناطق الظل التي عثرتها السلطات خلال الأيام الأخيرة عبر لقاء وصف بالتقييم، بالإضافة إلى ما عرف بنتائج سلسلة من التحقيقات في أزمات مست الجزائر خلال الأسابيع الأخيرة خاصة قبل عيد الأضحى. ما هي مناطق الظل مشاهدينا؟ أولا، هل هي موجودة من قبل أم ظهرت فقط في عهد السلطات ما بعد 12 ديسمبر الأخير؟ لماذا لم تكلل جهود السلطات خلال 7 أشهر ونيف في رفع أو على الأقل التقليل من درجة الغبن والبؤس والحرمان؟ لماذا لم تصل منح الدولة وهباتها لذوي الدخل الضعيف ولمن يستحقها من الجزائريين؟ لماذا دوما السلطات المحلية في قفص الاتهام؟ أقصد رؤساء البلديات، رؤساء الدوائر، الولايات، مسؤولين محليين وتبرئة السلطات المركزية، خصوصا الطاقم الحكومي الذي يقوده عبد العزيز جراد اليوم. وأساس مهام هذه السلطات المتابعة والرقابة وقرارات الحسم والفصل دون ما اللجوء لأسلوب الشكوى والعويل كما جرى في اللقاء الأخير من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ورئيس طاقمه الحكومي أو السلطة التنفيذية، حتى احتار المشاهد أو الشارع فعلا من المواطن ومن المسؤول، وإلى متى تبقى هذه المناطق تعاني بل تتعمق معاناتها؟ والجزائر قارة وليست دولة فقط تزخر بالإمكانات والطاقات والأموال والنفط والغاز. نبدأ مشاهدينا بهذا التقرير الجرافيكي لتعطير محاور النقاش ثم نعود. نحاسب كل من يتقاعس. برنامج تنمية مناطق الظل خلال اجتماعه بالولاد في لقاء يعد جاء تقييم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بخطاب شديد اللهجة جاء تقييم تنمية مناطق الظل خلال اجتماعه بالولاد في لقاء يعد ثاني من نوعه. تحية مجددا لكم مشاهدينا الكرام الذين التحقوا بنا اللحظة. نفتح من جديد ملف مناطق الظل. سبق أن نوقش هذا الموضوع في برامج حوارية أخرى، ولكن نحن سنغلب
الجانب الاجتماعي خصوصا، وهذا يقتضي من طبيعة البرنامج برنامج تكافل. نرحب بضيوفنا من أساتذة ومحللين ومحامين وناشطين يستحبوننا في إثراء محاور النقاش اليوم. نبدأ من الأستاذ طارق مراح، رجل القانون والمحامي والناشط الحقوقي. أستاذ طارق، ماذا يقصد بهذه المناطق، مناطق الظل؟ وهل هي ظهرت حديثا أم أنها كانت موجودة حتى في عهد المخلوع بوتفليقة؟ مساء الخير اخويا احمد. سنور، مرحبا. شكرا. اما ما يتصل بمصطلح مناطق الظل، هذا المصطلح هو مصطلح مستجد. مناطق الظل هذا يعني انه بالمفهوم المختلف انه في مناطق اخرى اكثر تطور واكثر تقدم من الجزائر، وهذا خطا. كل الجزائر هي منطقه ظل، كل الجزائر. وكل الولايات الجزائريه تعاني تقريبا نفس المشاكل التي تعاني منها يعني الولايات او قرينتها الولايات الاخرى. وبالتالي فانه التزام الجزائريين بالحراك على مطالب او على نفس المطالب، هذا يعني انهم يعيشون نفس المشاكل. تقريبا الجزائريين الذين يعيشون في مناطق الداخليه قد ممكن يختلفوا في بعض المشاكل الفرعيه مع مناطق الشمال، لانه تقريبا كل الجزائريين يعيشون الغلاء، غلاء الأسعار، يعيشون كذلك البطالة، يعيشون نفس تقريبا نفس المشاكل. وبالتالي فإن الجزائريين يرفعون نفس الشعارات. أما من يقولون عنه المسؤولون بأنه ما فيه مناطق ظل، هذا يعني من فهم مخالف أنه فيه تنمية في بعض الولايات، هذا أمر خطأ أو أمر خاطئ ولا علاقة له ب ربما هناك اختلاف في درجات فقط أستاذ طارق. هناك اختلاف فقط ربما في درجات الغبن والبؤس والحرمان. هناك مناطق ربما أقل درجة وهناك مناطق أعمق درجة من حيث هذا الموضوع. نعم، والحديث عن رؤساء يعني عن عدد رؤساء البلديات ورؤساء الدوائر، أعتبره شخصيا أنه ليس بالحل الناجع لهذه المشاكل، وأنه عموم الجزائريين يعرفون أو يعلمون جيدا بأن مشكل الجزائر هو مشكل مركزي. على المشاهد مشاهد قناة أمور المتابعين أن يعني يعي بأنه الجزائر تعيش نفس المشاكل منذ عقود، خاصة مع مجيء بوتفليقة أو بعد على الأقل في حقبة نهاية التسعينات إلى يوم الناس هذا، تقريبا هي نفس المشاكل، فقط تتفاقم هذه المشاكل وتتكاثر على الجزائريين، ولم يحدث أن يعني كان المليار يعني او اتخذ المليار قرارات من شانها تغيير او تحسين الحياه اليوميه للمواطن، لانه المير او رئيس البلديه او رئيس الدائره لا يستطيع ان يتخذ قرارا الا بعد الاتصال بجهه مركزيه يعني بالوالي، او الوالي يتصل بوزاره الداخليه. وبالتالي فانه هذه التضحيه في غار المسؤولين وأراه بأنه يعني مضيع على الوقت ولا جدوى منه، وكذلك سيطيل عمر الأزمة. قبل أن نأتي للجانب القانوني، لأنه هذا محور أيضا مهم سنتحدث فيه معك أستاذ طارق، أنت كرجل القانون، حول ما إذا يمكن لرئيس الجمهورية أن يقوم بتنحية رئيس بلدي وهو منتخب بين قوسين. قبل هذا المحور أريد فقط جوابك عن مسألة هذه المناطق دوما المحور الاجتماعي. يا ترى هل هذه المناطق موجودة من قبل أم أنه استحدثت أو ظهرت حديثا؟ لأن السلطات اليوم كأنها وقفت على كنز، هي التي تقول نحن وقفنا على هذه المنطقة ووجدنا الناس تعاني معاناة عميقة. ذكروا ذلك في لقاء فيفري الماضي كما إذا تذكر، ثم عادوا من جديد على أساس أنهم شقوا الطرق في هذه المناطق أو أوصلوا مياه الشرب وكذلك الكهرباء وما إلى ذلك. في اللقاء هذا الأخير التقييمي ظهر أنه ما وصل شيء. هو هم يعلمون جيدا أن الجزائر تعاني من هذه المشاكل منذ قرون. أيوة. يعني من العقود وعقود من الزمن. هؤلاء هذا الرئيس كان وزير السكن ولا ما كانش وزير السكن؟ واش لكن هو مشكل من مشاكل الجزائريين في المناطق الداخليه وفي المناطق او ما يسمونها هذه المناطق الظل والمناطق الاخرى، اي تقريبا نفس المشاكل. وهذا الوزير يعلم جيدا في السكن، وهو كان وزير سكن وكان وزير اول، يعلم بان هذه المشاكل هي نفس وفي نفس المناطق التي يعني يعرفوا مشاكل، يعرفوا مشاكل، يعرفوا مشاكل منذ عقود من الزمن،
ولم يتغير حال هؤلاء المواطنين، وسوف لن يعني يتغير هذا الحال الا بتغير او يعني تغيير سياسه تسيير البلد من الجهه المركزيه الاولى وهي يعني في العاصمه، وان كان يعني من الحري ومن المجدي ان نتخلص من هذه السياسه المركزيه هنا في الجزائر. يجب ان نتخلص من سياسه الراي الواحد ومن القرار ومن الامر المركزي الى الولايه، ونحن نعيش في قاره في حجم الجزائر. طيب خليك معنا استاذ طارق، ساعود اليك. شيخ حسن ينضم الينا، الباحث والناشط حقوقي معنا. شيخ حسن، كيف ترى هذه المناطق؟ اكيد لديك ما تقول حول هذه المناطق. مناطق الظل حاضره في الاعلام الجزائري منذ وصول هذه السلطه الجديده، منذ 12 ديسمبر الى الان يتكلمون انه هم الذين اكتشفوها، ولكن مناطق الظل مثل ما يقول الاستاذ طارق موجوده من قبل. الجزائريون يعانون من الفقر والبؤس والحرمان منذ مده، وليس الان فقط، بل هنالك تقارير دوليه تقول انه الفقر شق طريقه نحو فئات مجتمعيه عديده. لماذا الان فقط التباهي للاعلام بانه احنا وجدنا هذه المناطق محرومه وعلينا ان نصل او نستجيب لمطالب هؤلاء السكان؟ السلام عليكم. عليكم السلام. تحيه اليك اخي عثمان، الى الضيوف الكرام والى مشاهدي قناتكم الموقره. شكرا لك. لست ادري هذا المصطلح وجدوه مؤخرا او كان موجود في الأرشيف ثم استخرجوا هذه المرة. الذي يعيش في الجزائر يعرف أن الجزائر كلها مناطق للظل، ولا توجد في الجزائر إلا مناطق محدودة نستطيع أن نسميها مناطق النور، وهذه مناطق النور هي حيدرة ولامادراك وسيدي فرج ونادي الصنوبر وغيره من الأماكن التي يعيش فيها هؤلاء. أما المناطق التي يعيش فيها بقية الشعب فهي كلها مناطق ظل، ولست أدري يتحدثون عن مناطق الظل ومناطق النور. المشكلة ليست في المنطقة ولكن في عقول هؤلاء الذين يسيرون الشأن العام في الجزائر. عقولهم هي التي فيها الظل ولا يوجد فيها النور، لأنهم يرون بالظل ويرون أن الشعب الجزائري يجب عليه وكأنه مقدور عليه أن يعيش دائما في مناطق الظل ولا يستحق النور. ونحن رأينا مأساة كثيرة في الجزائر، وقد تحدث عنها الكثير من المنظمات العالمية والتي صنفت الشعب الجزائري من بين الشعوب الفقيرة في العالم، مع ما تحوزه هذه البلاد من ثروات كثيرة، سواء تعلق الأمر بالثروات الباطنية أم الموجودة فوق ظهر الأرض. إذن المشكلة في عقول من يسيرون الجزائر وليست في الجزائريين وفي مناطقهم التي يعيشون فيها. الشعب الجزائري يعاني أخي عثمان في كل المناطق. أنا أتحدث مثلا عن المنطقة التي أسكن فيها، منطقة دهب، منطقة ساحلية فيها شواطئ جميلة جدا ولكنها تعيش الإهمال. تستطيع أن تسميها هذه المنطقة في ولاية كيكدة أنها أصبحت منطقة قمامة عامة، الأوساخ متراكمة في كل مكان. رئيس البلدية لا أعرفه، أنا شخصيا لا أعرفه، عمر 60 سنة ولا أعرفه. لماذا؟ لأنه لا يخرج من مكتبه وكذلك كل من يعملون معه. إذا أخي عثمان المشكلة في من يسيرون الشعب وليس في الشعب. نعم، خليك مع شيخ حسن. أستاذ طارق، أعود لك من جديد. الآن المحور القانوني، أكيد أنك وقفت على هذا اللقاء الأخير الذي وصف باللقاء التقييمي، فيه عملية عقاب لمسؤولين على مستوى السلطات المحلية، رؤساء بلديات، رؤساء دوائر ومسؤولين. ترى هل يمكن لرئاسة الجمهورية أن تقصي هؤلاء دون ما المرور بالقضاء؟ ممكن هذا؟ أولا إذا كان في رؤساء بلديات تم تنحيتهم بهذا، ورؤساء دوائر تم تنحيتهم بهذا العدد وبهذه السرعة، هذا يعني أنهم ارتكبوا مخالفات. أيوة. هذا يعني أنهم خرقوا القانون. فكيف للرئيس حتى وإن يعني أعطى له القانون الحق في تنحية رئيس البلدية، وهذا ممنوع في القانون، هذا ممنوع في القانون حتى وإن أعطاه القانون الحق، إذا كان نحيت رئيس البلدية هذا معناه أنه ارتكب خرق من خروق. علش ما طرحش القضاء؟ علش ما طرحش القضاء؟ لماذا لا يتم عرض هؤلاء على القضاء من أجل محاسبة ما ارتكبوه من خروقات قانونية كانت سببا في تنحيتهم؟ هذا هو السؤال المطروح، ولكن لم نجد إجابة عن هذه الأسئلة، لأنه هذا التنحية استعراض من هذا الرئيس، وإنما يعني هو ضرب للرماد في العيون ومحاولة يعني إقناع الجزائريين.
او يعني حب 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 كل حب كل الجزائريين اللي راني انا المشكل ماهوش فيا، المشكل ماهوش في الحكومه، المشكل انما هو على مستوى محلي، وهذا خطا هذا خطا في رؤساء بلديات يجتهدوا، ولكن حتى رئيس البلديه ما عندوش يعني ما عندوش من الصلاحيات وما عندوش من الوسائل ومن الامكانيات ما يجعله على الاقل يتحرر من القيود المفروض عليه والعمل باريحيه من اجل البحث عن على الاقل الحلول المبدئيه لما تتخبط فيه بلديتهم من مشاكل. القانون يمنع من عن باتا ان يعني يمد رئيس الجمهوريه يده على اي منتخب مهما كان هذا المنتخب الا بعد المرور على القضاء. نعم. والقضاء هو الوحيد الذي بامكانه ان يعني يصدر حكما بتنحيه هذا المنتخب او ذاك، وتحت عديد الشروط وقانون يعني قانون البلديه واضح في هذا المجال. لا يستطيع رئيس الجمهورية خاصة لأنه هم هنا وش يقول لك الرئيس المنتخب بإمكانه أن يعني اختزالا للوقت وربحا للوقت أن ينحي هؤلاء يعني رؤساء البلديات بوصفهم منتخبون، يعني كيفه يعني منتخبين كيفه يقبل أنه هذا ممنوع القانون. ما كانش نص في القانون يخول رئيس الجمهورية أنه يتخذ قرار في تنحية رئيس حتى في قانون البلدية ستارق حتى في قانون البلدية الكود مونيسيبال هذا يقول أن الوالي بإمكانه أن يعزل أو بإمكانه أن يوقف رئيس البلدية عن أداء مهامه، بإمكانه أن يوقفه ولكن لا يعزله مثل ما كنت تقول أنت، إنما يمر الملف للقضاء للبت في ما جرى، هل هنالك مخالفات، هل هنالك عدم تطبيق للتعليمات والإجراءات، هل هنالك تقصير، ثم بعد ذلك لما يقف القضاء على هذا كله يتم ساعتها العزل. لكن هم ذهبوا مباشرة إلى المرحلة الأولى وخلاص انتهى الأمر، عزلوا هؤلاء دون من يعرف الجزائريون ماذا فعل هؤلاء، إن قصروا من هؤلاء ولماذا، حتى يكونوا عبرة للباقي، وهذا ما لم يحدث. طبعا والقضاء له أن يصدر حكما نهائيا حائزا لحشية الشيء المقضي فيه من أجل عزل ذلك ذاك الرئيس البلدي أو ذلك الرئيس أو ذلك أو هذا من أجل يعني من مكانه. هم يعزلون ولا يعرضون الملف أصلاً على القضاء، هم يعزلون هكذا مباشرة، وفي عشرات يعني عملية العزل من الولايات في حق الاثنين، وحتى رؤساء البلديات خويا عثمان حتى يعني المنقوصين الشرعية أو مطعون في شرعيتهم، هم يعلمون الجهة التنفيذية أو السلطة التي تحكم بسلطة الأمر الواقع تعلم بأن رؤساء البلديات حتى يعني تنصيب رؤساء البلديات كلمة شبه التصوير، ولذلك لا يستطيع رئيس البلدية أن يدافع عن نفسه في هذا الخرق، لأنه تنحية رئيس البلدية فيها خرق القانون. رئيس البلدية ما يقدرش يحضر ما يقدرش يتكلم ويقول يعني خرق القانون في حقي وتعسفوا في حقي وعزلوا لي خارج أطر القانون، لا يستطيع رئيس بلدية أن يفعل ذلك لأنه رئيس بلدية مزور ومطعون في شرعيته. هذا النظام هكذا دائما يزور المجالس المحلية ليتصرف فيها كما يشاء أو كما يحلو له. نعم، خليك معنا ستارق، سأعود إليك. شيخ حسن، لماذا دوما السلطات المحلية في قفص الاتهام؟ هذا ما لاحظناه حتى أيام مخلوع بوتفليقة، نذكر جيدا بوتفليقة لما قال أن هنالك من يعرقل برنامجي حتى لا يطبق بحذافره موجود هؤلاء في السلطات المحلية، ذكر ذلك منذ سنوات. ها هو عبد المجيد تبون يعيد نفس الكرة، الحديث عن الولايات رؤساء البلديات رؤساء الدوائر دون من إشارة السلطات المركزية. قد يسألنا شخص يقول وأين دور السلطة المركزية إذن في العاصمة من وزارات من حكومة مسؤولين في مستوى هرم السلطة، أين مسؤولية هؤلاء؟ أليسوا هم معنيين بالرقابة والمتابعة والقرارات، قرارات الفصل والحسم؟ لماذا دوما يمسح السكين في هؤلاء المسؤولين اللي هم من درجة ثالثة أو رابعة؟ أخي عثمان، لست أدري كيف يفكر هؤلاء. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون هو رئيس الدولة، وزير الدفاع، أيوة، القائد العام للقوات المسلحة، القاضي الأول. ما الذي يمنعه من نزع هؤلاء الذين يراهم بأنهم يعرقلونهم؟ إلا إذا، وهذه إلا إذا يجب أن نعرفها الآن، إلا إذا أنه ليس له سلطة على هؤلاء أو أن هناك سلطة فوقه تتحكم فيه لمنعه من اتخاذ إجراءات
لإصلاح أو لعزل من يعرقلونهم. تصاب بالجنون عندما تسمع هذا المنطق في التسيير. أنت المسؤول. الحراكيون لما خرجوا يوم 22 فبراير خرجوا بشعارهم المعروف الذي أصبح معروفا في العالم كله، يتنحوا كاع. يعرفون جيدا أن الفساد شجرة. الذين قاموا بسجنهم هم الأغصان، أغصان الشجرة، لكن الجذور ما زالت، وهذه الجذور هي موجودة في الولاية وموجودة في البلدية وموجودة في الدائرة. إذا كنت تريد فعلا الذهاب إلى جذور جديدة وإلى الإصلاح، فعليك أن تقطع الجذور، جذور الفساد، وأن تذهب إلى هؤلاء المسؤولين المحليين على مستوى الولاية وعلى مستوى الدائرة وعلى مستوى الجماعات المحلية. من الذي يمنعك؟ هل هناك قوة تمنعك من أن تحاسبهم، من أن تعزلهم؟ إذا لماذا ضحك على تقول الجزائريين؟ أنت المسؤول ويجب عليك أن تتخذ المسؤولية وأن تقوم بعزل كل من يعرقل برنامجك. ثم عندما أسمع كلام تبون أقول أنه ليس رئيسا وإنما زعيم للمعارضة يتهم من يعرقلونه. وماذا تفعل أنت في رئاسة الجمهورية؟ أنت المسؤول الأول في البلاد ويجب عليك محاسبتهم وتطبيق النقل الذي شهدت فيه حرفيا بالقانون بالشرعية. هذا الصبر الرجل الأول في البلاد. خليك مع شيخ حسن. أستاذ طارق، هل تؤيد ما ذهب إليه شيخ حسن من أنه الرأي العام أو الشارع في الجزائر فعلا اختلطت عليه الأمور، من هو المواطن ومن المسؤول بعد سماع خطاب تبون الأخير حول هذه مناطق الظل؟ الشكوى والعويل والتذمر والاحتقان، الأصل في المسؤول أن لا يشتكي، بل هو فقط يقرر ويحسم ويفصل في الأمور. لماذا كل الخطاب كله تقريع، كله شكاوى دعاوى؟ لماذا بالضبط؟ نعم، لم يفهم الجزائريون وحتى النخب يعني المتابعة للشأن العام في الجزائر لم تفهم هذا الخطاب، لما هو محاولة للاستحواذ سياسيا على الحراك. هو يقول خلاص القطار انطلق، ولا القطار ما عاد يعني انطلق وما عاد يرجع، والحراك خلاص خرج، الشعب خرج وراه، الشعب ما زال يخرجوا، يعني كأنه هذا الشعب لم يطالب برحيله من من من, من مكانه، وكان هذا الشعب لم يطالب بتغيير جذري لمنظمة الحكم في الجزائر والاتجاه الجزائري إلى عهد جديد. هؤلاء هم دائما هكذا يحاولون أن يصادروا دائما جهود الجزائريين في التغيير، فعلوها في بداية التسعينات وسيفعلونها الآن، ويتحمل المسؤولية التاريخية هذا القيد صالح رحمة الله عليه. على كل حال يتحمل المسؤولية التاريخية في الحفاظ على نمو التجديد والتأسيس لهذه المنظومة من جديد، وهؤلاء إنما هم ثمرة جنرالات حطوهم من جديد، ويحاولون دائما كعادتهم الاستحواذ على دائما على جهود الجزائريين في التغيير. ما قاله هذا الرئيس يعني يعتبر خلط أو محاولة خلط أو تغليف للرأي العام الجزائري. هو يحاول أن يوجه الحراك نحو هذه المنظومة من جديد، ولكن عبثا يفعلون. الجزائريين يعرفون جيدا بأنهم إنما اتجهوا في طريق صحيح ولا يسميهم عن الرجوع عنه. يا أستاذ طارق، أي ظرف قد يقول مشاهد أنتم فقط تركزون على الجانب السلبي، ماذا عن الجانب الإيجابي في اللقاء الأخير؟ يقول لك لأول مرة السلطات تقوم بتنظيم لقاء تقييمي فيه حوصلة، فيه نقاط إيجابية، فيه نقاط سلبية، فيه سهام موجهة مباشرة لمن اعترضوا سبيل هذا البرنامج حتى لا ينجح. يقولون هذه أول مرة تظهر في الجزائر. لماذا أنتم فقط دوما تلومون السلطات حتى قامت بمثل هذه اللقاءات؟ الأصل فيها هو التقييمي، والأسلوب الذي كان يتحدث به المسؤول كان أسلوب مباشرا شعبوي يفهم الشعب كله. نعم، هذا هي مصيبتنا، مصيبتنا الشعبية. يعني كان رئيس يتكلم على الماء، قال أنا ما على بالي شكون يقفل الماء وشكون يحبس الكهرباء وشكون يحبس كذا. هذه مصيبة المصائب. رئيس يناقش في تفاصيل لا تعنيه أولا، وإنما رئيس الجمهورية لأنه رئيس معروفة، رئيس معروف يعني من كان أنت رئيس تقول للجزائريين أنا ما على بالي شكون يحبس لكم الماء وشكون، وكاين الناس تعطل في البرنامج. معناتها أنت إنسان ما تقدرش عمك برنامج تطبقه، وانت انسان اصلا فاشل في هذا المنصب، عليك بالرحيل. احنا نحبوا رئيس اللي ينتخبوا الشعب ويعني ينتخب قرارات حاسمه، واحد ما يقدر يحبس البرنامج تاعو لانه الشعب معاه.
لأنه شاب معاه، لأن السبب الأول في تعطيل برنامج أي رئيس هو غياب الشرعية. هو غياب الشرعية ما كانش يحميه رئيس يقدر ممكن يتخذ قرارات، ولكن هذه القرارات لا تطبق لأنه ليس محاطا وليس مغلفا أو ليس محميا بشيء من الشرعية من الجزائريين أو من الشعب الجزائري. هؤلاء هم منصبون معينون في هذه المنصب، بالتالي يعني يعجز كل رئيس معين عن يعني كل يسبقوه كامل الرؤساء يسبقوه كامل هم رؤساء معينون وفشلوا في أداء مهامهم وسوف لن يكون بدعا من هذه السلسلة. نعم وهو كذا أستاذ طارق، شكرا جزيلا لك أستاذ طارق مراح رجل القانون المحامي والناشط الحقوقي كنت معنا من الجزائر عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. شيخ حسن أعود إليك من جديد، الأستاذ طارق كان يتحدث عن المسؤولية الأخلاقية، يقول طالما أنه فيه تذمر وفيه فشل كان بالأحرى من الرئيس أن يعترف بأنه فشل، بأن هنالك عراقيل تحول دون تطبيق برنامجه كما ينبغي، ولذلك فإن المواطن من حقه أن يتذمر طالما أنه الرئاسة لم تستطع تلبيه مطالبه، لم تستطع حل مشاكله، فإن المواطن في مناطق الظل وهو موضوعنا في بشار ولا تمراست ولا مناطق الحدودية في الطارف ولا تبسة ولا في تلمسان ينتظر حلولا ولا ينتظر شكوى وبكاء وعويل، ما رأيك؟ نعم أخي عثمان، أنت المسؤول الأول في البلاد، المواطن ينظر إلى الأشياء الملموسة، إلى الواقع المعيش الذي يعيشه في هذه المناطق التي تسميها أنت مناطق الظل. المواطن يريد أفعالا، عندما تشتكي أنت وتقول أن هناك من يعرقلني، ما الفائدة بالنسبة للمواطن؟ المواطن يريد حلولا لمشاكله، السؤال تطرحه أنت على نفسك ثم تقول من يعرقلني، ثم تتخذ الإجراءات التي تساعدك على تنفيذ البرنامج الذي وعدت به الشعب. أما المواطن فلا يهمه ما تقوله له أن هناك من يعرقلني وهناك وهناك، هذه مسؤوليتك. المواطن ينظر إلى حياته، ينظر إلى معيشته ويطمح إلى الحياة الكريمة التي وعدته بها أنت. إذن لا داعي لمثل هذا الكلام، وهذا الكلام على كل حال لا يصدر عن إنسان ناجح في مسؤوليته ومسيطر في يعني على زمام أموره، إنما ينشأ من إنسان لا حول له ولا قوة. إذن عليك أن تتخذ المبادرة وأن تذهب مباشرة لحل مشاكل الجزائريين سواء كانت هذه في مناطق الظل أو في مناطق النور. هناك من يبحث عن بعض المبررات للسلطة اليوم، يقول أنه 7 أشهر ليست كافية لعملية وضع النقاط على الحروف، لابد من وقت، لابد من جهد، ولذلك هذه الأوقات كلها ما زلنا في عملية التقييم، ما زلنا في عملية الحوصلة. هذا فقط أنا أنقل هنا ولا أتبنى هذا الرأي. بالإضافة إلى ذلك يقولوا أن السلطة اليوم بتوليت قبل الوصول لهذه المناطق من أجل حل مشاكلها، بتوليت بماذا؟ بتوليت يقول لك بتوليت بالأزمة الاقتصادية، تراجعت أسعار النفط دوليا، الخزينة بدأت تفرغ، ثم بالإضافة إلى هذا الضيف الثقيل اللي هو وباء كورونا ما خلى السلطة تتحرك كما ينبغي. هل يمكن أن نقول هذه المبررات معقولة بإمكان المواطن أن يقبلها؟ أخي عثمان نمشي بهذا المنطق، نقول مثلا أن أزمة كورونا هي التي عطلت مشاريع السلطة. متى جاءت جائحة كورونا؟ في مارس، بدأت في فبراير في الصين أو قبله في جانفي، ثم وصلتنا نحن هنا في مارس. ما الذي كان يفعله السلطة منذ ديسمبر إلى مارس؟ هل هذه المدة لم تكن كافية من أجل أقل إبداء حسن النية في إصلاح الأمور في البلاد؟ 100 يوم دائما نسمع نحن نتكلم عن الرؤساء وعن الزعماء الذين ينتخبون مثلا في كل مرة أنهم يقيمونه في 100 يوم، ماذا فعلت أنت في 100 يوم؟ لو كانت لديك الإرادة ولديك القنية، الشيء الأول الذي يجب أن تفعله أن تصارح شعبك وأن تكون صادقا معه وأن تتخذ إجراءات ومبادرات تعيد الطمأنينة إلى الشعب، وتستطيع أن ترسل رسائل طمأنينة إيجابية إلى الشعب تبين له حصولية الأمور. أين هم السجناء الذين سجنوا ظلما وعدمانا، سواء تعلق الأمر بسجناء التسعينات ابتداء ثم انتهاء بسجناء الحراك وكل من سجن في من أجل يعني إبداء رأيه؟ لو كانت السلطة جادة في حل مشاكل الجزائريين لبادرت إلى إجراءات كثيرة، هذه الإجراءات تعيد الطمأنينة للشعب ويستطيع الشعب أن يصدقها.
طيب شيخ حسن نبقى معنا رجاء، هناك فعلا أمور عدة يمكن البت فيها ولا يمكن أن يمسح السكين في وباء كورونا بأنه هذا الوباء يعيق جهود السلطة من أجل الوصول إلى حلول. هناك أمور عديدة بإمكان السلطة البت والفصل فيها. نعود إلى أبرز ما قاله عبد المجيد تبون خلال اللقاء الأخير ثم نواصل النقاش. كل حال هنا ما أنتم على بالكم وأغلب الجزائريين على بالهم بما راه يجري، فيه ناس يعني ما يساعدهاش الاستقرار وما زالوا طامعين، ويعاودوا يرجعوا بقوة وكذا. يا للحلم، طب خلاص الشعب خرج للشارع، فيني القطار انطلق ولا واحد قادر يحبسه. إرادة الشعب من إرادة الله وإرادة الله لا تقهر. اللي راه داني يخرج راه يستنى يخرج، وما زال. إذن نكونوا أهل للمسؤولية نتاعنا، أهل للثقة تاع المواطن. لما نقول المواطن أنا نقول لكم حسب الإحصائيات وحسب التحريات 80% تاع المواطنين حامدين ربي على السلم الاجتماعي، وحامدين ربي اللي البلاد ما مشاتش للمأساة، لا نتاع ليبيا ولا نتاع سوريا ولا نتاع دول أخرى. حامدين ربي. اللي راهم يتحركوا، اللي كانوا يلعبوا بالملايير وراكم تشوفوهم ما زالوا في السجن، ومئات الملايين تاعهم ملايين الدولارات تتوزع في الخارج. شكون اللي خرجهم؟ شكون اللي عطى الأوامر؟ شكون اللي وصل الأوامر هذه باش 10 ملايين دولار تخرج في تمشي لفلان ولا فلتان؟ لازم الشعب يعرف كل شيء. ورانا بالمرصاد، ما كونوا مهنيين، لا رجعة. الوصول بلوغ الهدف استقرار البلاد واستعادة للشعب كل الحقوق نتاعو، والقضاء على المال الفاسد، والقضاء على ما تبقى من العصابة أو نهلك دون. نرحب الآن مشاهدينا الكرام بانضمام الأستاذ سعيد، دكتور سعيد غريمس، الأستاذ المختص في علم الاجتماع. أستاذ سعيد، ما رأيك فيما كان يقوله عبد المجيد تبون والتركيز دوما أنه هنالك معوقات عدة موروثة من العهد السابق، مسألة الفساد، البيروقراطية، عدم تطبيق هذه التعليمات الفوقية وما إلى ذلك، دوما مسح كل ما يجري في المؤسسات أو السلطات المحلية. كيف تبعت هذا اللقاء التقييمي الأخير حول هذه المناطق خصوصا مناطق الظل؟ في البداية سيدي أحيي القائمين على القناة وأحيي متتبعيها. شكرا. عبر مناطق العالم المختلفة، تحية طيبة سيدي الكريم. فيما يتعلق بما قاله سيد الرئيس حول الإصلاحات التي ينوي القيام بها وكذلك العراقيل التي تتعرض بها، على مستوى الشعارات لا شك لا أحد ضد فكرة ما نسميه عتبة العدالة المناطقية أو العدالة الإقليمية، لأنه حقيقة وما سماه هو بمناطق الظل لا شك. نعم دكتور سعيد، دكتور سعيد لا يصل صوته. طيب أستاذ الشيخ حسن، حتى يعود لنا دكتور سعيد غريمس، هنالك مشكلة في الاتصال به. ما رأيك في هذه الحلول التي يتكلم عنها أو هذا ما أثره الرئيس تبون؟ المال الفاسد ما زال حاضرا، بقايا العصابة، رغم أنه قايد صالح رحمة الله عليه قال خلاص تخلصنا من العصابة ومعظم أفرادها موجودون الآن في السجون. الآن تبون ما زال يتكلم عن العصابة ويتكلم عن هناك من يغامر باستقرار البلد ويقامر به ويحول دون تحقيق الأهداف المنشودة التي نريدها. أنا أتساءل عن الأسئلة التي طرحها الرئيس، هذه أسئلة يطرحها المواطن، أما السلطة فيجب أن تجيب على الأسئلة، هذا دورها. الرئيس طرح أسئلة، على من تطرح هذه الأسئلة؟ على المواطن، المواطن هو الذي يطرح هذه الأسئلة وأنت تجيب عنها. إذا كان هناك فساد وما زال قائما فأنت الذي تحاربه،
لماذا أنت تبقي على بقايا العصابة؟ تسجن قيادة العصابة ثم تبقي من هم في المستوى الثاني. إذا كنت تعرف من يقوم بعرقلتك ويهدد استقرار الجزائر فعليك أن تبينه للرأي العام. لماذا تتكلم كلاما غامضا بهذا الشكل؟ قل لنا إن فلانا وفلانا والحزب الفلاني والمنظمة الفلانية هي التي تعمل على عدم استقرار البلاد ويجب عليك محاسبتها يعني عن طريق القضاء أن تقدمها إلى العدالة. لماذا تتكلم كلام هكذا غامض؟ يجب عليك أن تحدد المسؤولية الذي يستبدل استقرار الجزائر العدالة لتحاسبه. إن كان هناك مالا فاسدا ماذا تنتظر في يعني قطع دابره والوصول إلى الأموال التي سرقوها ونهبوها وقد استرجاعها إلى البلاد في مدة قليلة وقد تجاوزت ضعف المدة التي وعدت بها؟ إذن على السلطة أن تفهم شيء وهي أنها يجب عليها أن تقوم بأعمال وتحدد المسؤوليات وتتابع المفسدين. أما المواطن فهو الذي يحاسبها ويراقبها ويطرح الأسئلة. وهل ترى هذه السلطة اليوم مؤهلة للقيام بذلك أم أنها تسوق الوعود مثل ما كان يقوم به المخلوع بوتفليقة ومن كانوا يحيطون به؟ أنت تعرف أن ما سمي في الشارع الجزائري الشلة اللي كانت محيطة ببوتفليقة غالبية إن لم أقل 90% رها الآن في السجون من رجال المال وليس رجال أعمال طبعا في السجون. طاقم حكومي كله بل من كانوا يقودون هذا الطاقم الحكومي يعني عبدالله سلال نهاية ويحيى كلهم في السجون الآن. لماذا نريد إقناع الجزائريين بأنه ما زال هناك من هم فاسدون يعيقون التنمية في الجزائر؟ أخي عثمان الفساد ليس أشخاص، الفساد شجرة بأغصانها وثمارها وجذورها. أنت تعرف أن الذين كانوا يحيطون ببوتفليقة ما يسمون بالمولات هم أحزاب معروفة، هي حزب جبهة التحرير الوطني وحزب الأرندي. وهنا أتحدث عن الأرندي وأتحفظ قليلا عن الحديث عن الأفلان لأنني عندما أتحدث عن الأفلان دائما أرى صورة عبد الحميد مهري أمامي ولا أستطيع أن أتكلم في مثلا شخص يعني في حزب كان يقوده قامة مثل عبد الحميد مهري. أما حزب التجمع الوطني الديمقراطي أنا أؤكد لك أخي عثمان بأن كل مناضل في حزب التجمع الوطني الديمقراطي فاسد كلهم. وبالتالي إذا أردت أن تطهر البلاد من الفساد فعليك أن تدخل السجن كل من كان ينشط في حزب التجمع الوطني الديمقراطي لأن زعيمهم كان فاسدا وهم كلهم متهمون بالفساد. إذا أبقيت على الموالاة وعلى الأحزاب التي كانت تدعم بوتفليقة فإنك لا تقضي على الفساد لأن الفساد له طبيعة بنيوية فهو يأتي من أسفل إلى أعلى ومن أعلى إلى أسفل. طيب خليك ما شيخ حسن سأعود إليك، أريد فقط أن أعطي فرصة للدكتور سعيد ولو أنه قد يقول المشاهد الأحرى أن تمرر ملفات هؤلاء الذين تتهمهم الآن شيخ حسن بالفساد أن تمرر ملفاتهم للقضاء وليس الرئيس من حقه أن يفصل من يريد أن يفصل أو ينحي من يريد تنحيته بل القضاء هو الذي يبت في ملفات هؤلاء إن اتهموا بالفساد. هذا إذا قلنا جزائر مؤسسات ودولة القانون. سأعود إليك لكل حال دكتور سعيد اكمل في النقطة التي توقفت عندها. كنا نتكلم سيدي الكريم على ما يتعلق بالبرنامج تاع الرئيس واللي دائما يركز عليه والذي يتمحور حول فكرتين رئيسيتين. فكرة الأولى هي محاربة واستكمال مسار محاربة الفساد والفكرة الثانية هي تتعلق بما سماه بمحاربة مناطق الظل التي يرى هو ومقربوه يعني المقربين من الرئاسة أنها شيء يتميز به برنامج الرئيس على غيره من البرامج أو من الأشخاص الذين سبقوه إلى هذه المسؤولية وهي ما سماه بمحاربة مناطق الظل واللي البعض يسميها العدالة المناطقية أو الإقليمية. وعلى كل حال فلربما توظيف سياسي للمصطلح جديد على الساحة السياسية الجزائرية ولكن هؤلاء يختلف عن كثير من المفاهيم المتداولة
هي اللي تسمى المناطق المهمشة والمناطق الفقيرة، المناطق التي تخلو من تنمية إلى آخره إلى آخره. واللي تركزت عليها خاصة الخطاب الأخير والاجتماع الذي تم مع الولات والبرامج الذي سطرته الحكومة يعني في القريب العاجل، واللي تقول أنها قامت بإحصاء يعني الحكومة ومن خلال وزير الداخلية يقول قام بإحصاء 15,000 منطقة تعذر، واللي تشكل حوالي 8.5 مليون نسمة و 8.5 مليون مواطن جزائري. حقيقة نحن لا نختلف حول هذه القضية، المشكل مش في الشعار في حد ذاته، هذا لا نختلف فيه، أن كاين هناك فوارق اقتصادية واجتماعية كبيرة من منطقة إلى أخرى. ونحن نعرف هذا يعني ليس غريبا، أن الرئيس السابق والمجموعة التي كانت معه هو رئيس حكومته أو رئيس حكومته القبيعان في السجن الآن هم من أنصار الليبرالية المتوحشة، يعني كانوا متكتلين مع أصحاب الأموال ويوزعون الريع ليس فقط على بعض المناطق وإنما على بعض الأشخاص مقابل بقية ساحقة على المواطن التي تعيش في مناطق مهمشة شبيهة بقطوهات. حتى في العاصمة في حد ذاتها كان بعض المناطق الطريق غير معبدة، المياه لا تصل بصورة دورية، الحق في السكن منعدم إلى آخره. حتى إذا مسؤولية من أستاذ سعيد؟ مسؤولية من؟ المواطن يريد أن يعرف مسؤولية من؟ هذا التقصير من الذي تسبب فيه؟ من الذي حال دون تطبيق برامج الدولة، برامج الحكومة؟ إيه لا شك، إذا كان تكلمنا يعني على المرحلة السابقة لا شك أن الطبقة السياسية الحاكمة والحكومة ابتداء من الرئيس على اعتبار أن السلطة أن النظام المتبع في الجزائر هو نظام رئاسي، يعني الرئيس يمثل الجهاز التنفيذي لا شك والمسؤول، ولو كان ولو من الناحية الأدبية أو الأخلاقية على الأقل هو المسؤول، لأن حتى وجود لما تقول أنا كاين هناك عراقيل إلى آخره إلى آخره، هو دوره كان تزيل هذه العراقيل من أجل تجسد هذا البرنامج. ليس المواطن هو الذي يقوم بسجن رئيس البلدية الذي لا يقوم بمهامه، أو أمين عام الدائرة أو رئيس الدائرة أو الوالي المنشغل بالزردات والخارجات الاستعراضية. هذا ليس دور المواطن أن يقوم بمحاسبته الأجهزة التي على رأسها رئيس الحكومة وعلى رأسها رئيس الجمهورية، هي المكلفة والمخولة بإزاحة هذه العراقيل إذا كانت هناك نية جادة وصادقة. لا شك أن كاين هناك في هذا الآونة الأخيرة مع التغير الرئيس الجديد إلى آخره، وهم يتحججون بأن المدة راهي قصيرة، وهذا ما بدا حتى في خطاب الرئيس أو خطاباته ما قبل الأخيرة، يقول باللي أعطوني فرصة أخرى لأنني لا يمكن أن أغير شيء خلال ستة أشهر، خلال ستة أشهر ولحقت مع وجود حالة الجائحة هذه التي اجتاحت العالم وكاين هناك مشاكل حقيقة. ولكنه كان محتارا دكتور سعيد، ألم يكن الرئيس محتارا في عدم وصول منح وهبات مالية لذوي الدخل الضعيف، لمن يستحقها من الجزائريين؟ لم تصل هذه المنح المالية لمن يستحقها في ظل هو يتساءل يقول ثلاثة أشهر يقول يقول باللسان الدارج يا عجبة يا ربي ثلاث منح ما توصلش ثلاثة أشهر للأطباء للممرضين للتقنيين لذوي الدخل الضعيف، حكاية تاع 3 ملايين 4 ملايين ما توصلش، الرئيس يشكو ويبكي كيف؟ الرئيس يعني يفترض فيه أنه لا يشكو لأحد، هنا والشخص هو القاضي الأول في البلاد وهو الممثل تاع الجهاز المسير والإداري وهو رئيس السلطة التنفيذية، معناها المواطن يشتكي إلى الرئيس على اعتباره على سلطة، أما الرئيس هو على سلطة المفروض أنه ينفذ ويشرف على برامجه ويزيل العوائق سواء كانت البشرية أو كانت القانونية التي تحول دون وضع ما يسمى أو تجسيد ما يسمى ببرامج التنمية والعدالة المناطقية والإقليمية ومحاربة أماكن الضر. هو لديه السلطات الكافية على الأقل من ناحية النظرية التي من خلالها يمكن أن يجسد هذه الأشياء من خلال برنامج دقيق وأشخاص. المشكلة اللي أنا موجود نشوفه نفس الأشخاص، يعني نفس الوعاء الذي أشرف على الكارثة في عهد بوتفليقة هم الذين يواصلون الإشراف على العملية في عهد تبون. لا يمكن أن نغير الفساد بأولئك الذين هم الذين أشرفوا على كل مراحل الفساد السابقة. إذن المشكلة ليست مشكلة برامج أو مناهج،
بل القضية قضية رجال، لأنه حتى التوازن الجهوي كان في زمن بتشادلي بن جديد ربي يرحمه داير برنامج اسمه التوازن الجهوي، لا يمكن أن تتفوق جهة على جهة، لا الجنوب على الشرق ولا الشرق على الغرب ولا الشمال. الآن وين البرنامج تاع التوازن الجهوي؟ ما كانش صندوق التنمية للجنوب، ما كانش قضية العدالة الاجتماعية، يعطوا كل ذي حق حقه، ما كانش. إذن المشكلة مش في البرامج ولا في المناهج بل في الرجال، وأنت الآن أثرتها أن الرجال اللي كانوا مع بوتفليقة ما زالوا في مكانهم. هذه حقيقة ملموسة يا أخي، لأن حتى نشوفوا أنت رانا نتبعوا منذ أنت ولا السيد الرئيس تبونت ولا المسؤولية تاع رئاسة الجمهورية وهو السلطة العليا للجهاز التنفيذي، وحنا نتبعوا مثلا التغييرات التي حدثت ما نشوفوش باللي كاين هناك. أنا شخصيا لا أرى أن هناك تغييرات جذرية فيما يتعلق بالأشخاص المشرفين على البرنامج. الدكتور سعيد يبدو أنه اختفى مرة أخرى، سنحاول الاتصال به للمرة الأخيرة لأن الوقت يداهمنا إخوة. شيخ حسن، ما رأيك فيما قاله الرئيس من أنه هنالك ثورة مضادة، كأنه هو أتت به ثورة فعلا حير الشارع الجزائري، هناك ثورة ضده، ثورة مضادة في مصر اسمها الدورة العميقة تقودها أجهزة الاستخبارات. هل فعلا الجزائر تشهد الآن ثورة مضادة؟ طبعا مضادة لمن؟ مضادة لتبون. هل معنى ذلك أنه هناك ثورة أخرى؟ لأنه لما تقول ثورة مضادة هناك ثورة من قبلها. يا ترى هل تبون أتت به ثورة؟ إذا قلنا الثورة يقصد بها الحراك السلمي، الحراك لم يأتي بتبون، الحراك رفض حتى تبون، قال تبون هو صنيعة المنظومة التي تحكم في السلطة. كيف تفهم أنت هذا التلاعب بالمصطلحات ثورة وثورة مضادة؟ غريب أخي عثمان ما يقوله. ثورة من؟ والثورة المضادة يقودها من؟ نقول بالنسبة لي إذا كنت جاءت بك الثورة، هذه الثورة كانت ترفضك ولم تكن يعني في مسيرتي الحراك منذ 22 فبراير، وكانت إلى اللحظة الأخيرة ترفض ممثل يعني ترفض هذه الانتخابات، إذا أنت لم تأتي عن طريق ثورة وإنما أنت جئت فقط لإعادة الدماء في النظام القديم. أنت رجل تنتمي إلى النظام القديم وأنت جزء من النظام، جزء النظام الذي يحكم الجزائر منذ 62 إلى اليوم. إذن هذه الثورة المضادة التي تقف في وجهك من تكون؟ من هم هؤلاء؟ في الحقيقة أسئلة تحير العقل، تجعل الحليم حيران. الثورة التي قام بها الشعب الجزائري هي ثورة سلمية تدعو إلى التغيير الجذري، التغيير في العقليات، التغيير في الأسلوب، التغيير في الممارسات، التغيير في الأشخاص. أما أنت فأنت نفس يعني تمثل نفس النظام وتمارس نفس الأسلوب الذي كان يمارسه النظام من 62 وأنت جزء منه. إذا أين هي الثورة المضادة التي تقف في وجهك؟ السؤال هم يستعملون مثل هذه المصطلحات لإيهام الشعب الجزائري أن هناك خطر يتهدد الجزائر وأنه لمن يعرقل، نعم، وأن نيتنا حسنة في الإصلاح ولكن لمن يعرقلنا. أنتم المسؤولون وأنتم الذين يجب أن تقدموا كل ما يحتاجه الشعب الجزائري. نعم، وهو كذلك شيخ حسن. شكرا جزيلا لك شيخ حسن أن الباحث والناشط الحقوقي، كنت معنا من ولاية كيكدا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. دكتور سعيد أعود لك من جديد. هناك من يرى أن هذا الخطاب الأخير في هذا اللقاء التقييمي يزيد من أتعاب الجزائريين نفسيا، ويقولون بأن المواطن كان يريد حلولا، يريد أعمالا لا أقوالا، ولكن لما يستمع لمزيد من الشكوى، مزيد من العويل، مزيد من البكاء، فهنا حتى الحراقة تزداد عددهم. وأنت ربما تابعت البارح كيف البحر في مناطق عينتي مشنت مستغاني كان لفظ بجثث كثير من الأبناء، أعتقد 14 أشخاص لفظ البحر جثثهم. ألا ترى بأنه كان حريا بهذا اللقاء أن ينظروا أيضا في ملف الحراقة؟ لماذا هؤلاء الآن صاروا بالآلاف يهجرون بلدهم، يفرون من بلدهم نحو إسبانيا، نحو اليونان، نحو إيطاليا؟ لماذا؟ والله سيدي كريم، يعني الشعب الجزائري معروف، الشعب الجزائري مستعد أن يضحي حتى بمستوى المعيشة تاعو إذا كان هناك نية صادقة للانطلاق في بناء دولة قانون، دولة عدالة اجتماعية. ولكن للأسف أن لحد الساعة المواطن الجزائري مازال ما شعرش أو لم يلاحظ مؤشرات هذه النية الجادة للخروج من الأزمة
أو للتحول من سياسات سابقة للعصابة. ما زال نشوفه الجيل الثاني، الصف الثالث والصف الرابع من المسيئين اللي كانوا في عهد العصابة، ما زالوا نفسهم، يعني لم يتغيروا، ما زالوا يعني نفس الأشخاص يحاولون أن يقنعوا أو يحاول أن نقنع الشعب الجزائري بنفس الوجوه القديمة التي تسببت في مأساته، على أنها قادرة أو لديها النية للخروج من لإخراج البلاد من الأزمة. أنظر، هذه السياسة لا يمكن أن تنجح، يجب أن تكون هناك ثورة حقيقية بحجم التحرك الشعبي الذي حدث أيام الحراك، والذي كان أهدافه كانت واضحة، بناء دولة القانون والعدالة وتوفير الحياة الكريمة لكل المواطنين. والجزائر لا تفتقر إلى هذه الإمكانيات، إننا نمتلك بلدا بحجم قارة ولديه من ثروات ما يغنيه عن بقية العالم، يمكن أن يعيش في معزل عن بقية العالم، يعني من الناحية النظرية كل الخيرات تتوفر لديه، ولكن فقط هي تحتاج إلى مسؤولين لديهم غيرة وطنية حقيقية، لديهم أنفة وكبرية وعزة، ولديهم إخراج هذا البلد من المأزق. يا ترى هل هؤلاء مؤهلون لصنع التغيير الجذري اللي هو أتى في لقائه، في خطابه التغيير الجذري تكلم غير ما مرة تبون عن هذا؟ هل هؤلاء اللي هم موجودين الآن في السلطة بإمكانهم أن يصنعوا التغيير الجذري الذي ينشده المواطن؟ والله سيدي الكريم، كان هناك يعني باش نكون صراحة مسافة كبيرة بين الخطاب الرسمي وبين الواقع. أيوة. ما كانش إلى حد الساعة لم نلاحظ بوادر حقيقية وجادة، لين نشوف مثلا الحد إلى هذه اللحظة صراع داخل السلطة في حد ذاتها. السلطة في حد ذاتها لم تحسم أمورها بعد في خياراتها المستقبلية، سواء لا على مستوى المواقفها السياسة الدولية الخارجية ولا على مستوى برامجها الداخلية. ما زالوا منشغلين بالصراعات الجانبية بين العصب المختلفة داخل السلطة، ما زال ما فصلوش في أمورهم من أجل باش يتفرغوا لخدمة البلاد ولا لخدمة المواطن. طيب ما المخرج سعيد؟ ربما المشاهد يحتاج منا إلى حلول. أنت كأستاذ في علم اجتماع، كيف ترى الأمور؟ المعاناة تتعمق بالنسبة للمواطن في المناطق هذه، مناطق الظل اللي هي محور موضوعنا، والسلطة تقول 17 ليست كافية، أعطونا وقت حتى نجتهد أكثر. لا خيار لنا سوى أننا نواصل النضال مثل ما كنا، من أجل أن نبني وطنا محترما، لأننا نمتلك مقومات الدولة القوية المستقلة التي يمكنها أن تجر كل إفريقيا من ورائها، ويمكن أن تكون رقما مهما داخل تكتلات الدولية، سواء ما تعلق بدول حوض البحر الأبيض المتوسط أو بمنظمة أو بالدول الإسلامية أو في الدول العربية. يعني نمتلك كل مقومات الدولة القوية، ولكن للأسف إلى حد الساعة ما زال لم نجد ذلك المسؤول القادر على تجسيد هذه الخيارات. ولكن دكتور سعيد، فهم من خطاب الرئيس أنه فقط موجود 20% فقط هم من ليسوا راضين عن تبون، أما 80% من الجزائريين هم مثل ما قال هو يريدون الحفاظ على الأمن واستقرار البلد، وحتى لا تذهب البلاد لمصير ليبيا أو سوريا، أذكرها هذا الشيء، أو اليمن. إذن 20% فقط هم من يثيرون هذه القلاقل والعراقيل حسب تبون. والله سيدي الكريم، انضم الحديث عن 20 و30% و40%، هذا كلام لا أرى معنى له، لأن في الحقيقة حتى هذه 20% اللي ما همش راضيين على السياسة في النهاية هم مواطنين جزائريين لهم الحق في الحياة الكريمة، راضي أو ليس راضي هذه مسألة تخصه، هذه موجودة في كل العالم، لا يوجد هناك إجماع على كل شيء داخل البلد، ولكن الشيء الأساسي والرئيسي هي المواطنة الكاملة للجميع، سواء كانوا سلطة أو كانوا معارضة. من راه في السلطة راه يحكم، من حقه أن يحكم إذا وصل عن طريق المشروع، عن طريق الآليات المقبولة والمعترف بها من طرف المجتمع المعني أو الدولة المعنية. والمواطن اللي ماهوش الذي لم لا يكون في السلطة أو لم يستطع أن يصل السلطة، من حقه أن يعارض هذا الشيء والمشروع، لا أحد يمكنه أن يسحبها عليه. القواعد راهي واضحة، يعني لا يمكن أن نزايد بالوطنية على من يعارضني،
وإذا كان هناك مشكلة كان هناك جهاز تاع العدالة إذا كان نزيهم يتولى القضايا الأخرى. أما قضية المواطنة فهي القضية المحورية. للأسف احنا هنا في الجزائر ما زالنا المنطقة تاع المواطنة متعددة المستويات، هناك المواطنين من الدرجة الأولى الذين يحق لهم الحكم والوصول إلى المناطق تاع المسؤولية، وهناك مواطنين من الدرجة الثانية لظروف في فلك السلطة الحاكمة والطبقة التي يحق لها أن تصل السلطة، وهناك ما كان يسمى في وقت فرنسا الدوزيام كولاج أو الفئة الأخرى لجنديجان. للأسف أن كثير من المسؤولين الجزائريين ما زال يشوف في قطاع عريض من الشعب الجزائري عبارة عن أنديجان لا يحق له لا أن يحكم ولا أن ينتقد من يحكم، وهذه مسألة تجاوزها الزمن. يعني في 2020 على مشارف 2020 المفروض هذه في الخطاب السياسي المفروض يجب أن تزول وتندثر مثل هذه المصطلحات أو مثل هذه الأفكار. تمام يا دكتور سعيد، شكرا جزيلا لك. دكتور سعيد غريمس الأستاذ الجامعي المختص في علم الاجتماع كنت معنا من الجزائر عبر الهاتف. إذن مشاهدينا الكرام سنتشرف بتلقي اتصالاتكم وبما ترونه إضافة لإثراء النقاش لمحاور حصتنا اليوم، ولكن قبل هذا الأرقام أسفل الشاشة، قبل هذا نعود لتصريح آخر للرئيس تبون خلال اللقاء الأخير الذي وصف باللقاء التقييمي، ثم نتلقى اتصالاتكم. وفي حاجة إلى أسس متينة يرتكز عليها دستور توافقي يستمد روحه من بيان أول نوفمبر ويجمع الشمل ويزرع الأمل في المستقبل، وأدعوكم من الآن إلى الاستعداد لمرحلة الاستفتاء حتى نوفر أفضل الظروف والشروط المادية والنفسية لتمكين المواطن من قول كلمته الفاصلة في مستقبل وطنه. نقولنا ما نقررش هنا في مكتب جماعة ولا قال نديرو هاك ولا نديرو هاك، الشعب هو اللي يقرر. راه عنده مسودة، تكون عنده مسودة مشروع دستور يقرر، بغى يمشي مع الدستور والتغييرات وهذا مرحبا، ما رفض داك شغله، يبقى الدستور القديم وخلاص وما دخلناش في التغيير. أما الناس اللي ما زال طيب شباب، نرحب بكم، جمعة طيبة للجميع من جديد الذين التحقوا بنا اللحظة. كنا نناقش هذا الموضوع، مناطق الظل كما سمتها السلطة اليوم، كيف ترون الأمور، كيف تقيمون أنتم هذا اللقاء التقييمي اللي هو كان على أساس أنه حوصلة للمشاكل الاجتماعية، ما الذي أنجز، ما الذي تأخر، ما الذي حالة عراقيل عدة وقف عليها تيتبون أنه دون الوصول لتلبية مطالب المواطنين، كيف ترون أنتم هذه الأمور خاصة على المستوى الاجتماعي؟ نبدأ مع الأخ بن علي من مغنية هذه في ولاية تلمسان، فضل يا بن علي. السلام عليكم. وعليكم السلام. بالنسبة للخطاب تاع السيد الرئيس تبون ماهوش خطاب كما نقولوا يرضى بأي مواطن بسيط، ما يرضاش به الخطاب، لأنه راه يهدر على الناس اللي راه قاعدوا يقطعوا الماء وهذو منا هو اللي يقمعهم، مش احنا اللي نقمعوهم، احنا مواطنين ما عندناش حق احنا باش نقمعوهم. ايوه هو يقمعهم. مثلا احنا عندنا هنا في هذه البلدية المغنية هذه الناس يخدم لنا غير بالرشوه، كل شيء ماشي بالرشوه من اطار تهلوبيجي دار التراث رئيس البلديه، هذا الشاب باير على هذا الوقت مازال ما عرفناش عليه الحلول. هذو كاع جماعه كانوا يخدموا في وقت تبون مين كان وزير السكن. نعطيك مثال، انا كان عندي ملف تاع السكن كنت داير دوشي من وقتها هو كتبت له هو لم يعترف به، ما تعرفوش به حتى في البلديه تاع مغنيه، وما هو الملف مهما كان هذا الملف كيما نقولوا أبي كان تيفي تاع الحماية المدنية زعما كي نستحق السكن وما ديتاش حتى واش بالرشوة وكل. فلهذا نقول لك بلي أن السيد رئيس تبون هذا ما يقدر يدير والو في الحالة هذه، والمطلوب من الشعب الجزائري باش ينوض من الثالثة من تمر راسك إلى الشمسان من تيندو لتبسة بشكل عادل هذا الحكام. صحيت بن علي، يعطيك الصحة بن علي، شكرا لك بن علي. ماذا بينا مداخلات مختصرة شباب حتى نسمعوا أكبر قدر من المداخلات. رزقي سيتي زيوزو. عليكم السلام. عليكم السلام. معك صحة طبيعية الزوف الأول. الزوف الأول. مرحبا يسكر رزقي. يا بس نقولها الدستور هذه يقولوا الدستور إيه؟ تبون هذا الدستور قدم وجديد.
الشعب يحوس دستور جديد ورئيس جديد. أيوة. ما في ما في رئيس قديم حنا نحوس دستور جديد. صح. كيف نشوف رئيس جديد تاع الشعب تمايا نقولوا الدستور تاع جديد. هذا مثنيش نقول لكم واحد الخطرة. نقول لكم واحد الخطرة كاين نهار مات بومبيان. أيوة. الله يرحمه. نهار مات واش قالوا هو تاع الفريجيتير جابوا لاكوبتير البجاية حطوا السلاح تمايا. قالوا عاودت القبائل تاخذوا السلاح باش تشوفوا البوليتيك تاع النظام. هذو هما النظام يحب الدستور جديد يولي رئيس جديد ولا مازال قديم يقعد باك الدستور قديم. وذا ونبت لقادة حب الدار جديدة يخرجوا باع محبسين سياسيين يقعدوا فوق طبلة الدار تاعنا كان متى تاخذ تليقة جابها الشعب يحكم على الشعب. والسلام عليكم. وعليكم السلام محمد ثانمير ثم محمد رزقي محمد الآن فضلي محمد. الو السلام عليكم خويا عثمان. وعليكم السلام نحبسك محمد وربي يجمع يطلق قاعد مع المعتقلين. انا والله راه عندي جوج نخطي نهضرهم على الخطاب تاع التبون هذاك. النقطه الاولى شغل راه بغى يبرروا كاع الفشل تاعهم اللي كاين عصابه تعرقهم الى تعرق لهم الى اخره. من المشكله بغى يعطي وجهه للنظام الجديد هذا بانه من خريج الحراك اللي اتى بهذا النظام وكل من يعارضه بانه من بقايا العصابه او يسير للعصابه. اي انهم مستقبلا على بالهم بلي ولي الحراك راهو بغاو يعطيو ليماج للحراك كوم كوا راه يسير من طرف العصابه. هذه هي النقطه اللي بغا يشير ليها انه اغبب من بوتفليقه واغبب من سلات. وانا بيرسونالمون جي بروبوزي بلوزور فوا لازم انشاء هيئه لتنظيم الاستفتاء في الخارج ما تكون محايده ما تكونش تبع النظام ما تكونش تبع لاي جهه لتنظيم الاستفتاء. تمام محمد. نستفتوا اي حاجه بالاستفتاء لخاطر هما يروجوا على الدستور باغيين يفوتوا الدستور والهيئه هذيك هي اللي تفصل. تمام يا محمد يعطيك الصحه محمد. المشكله ليست في الدستور. شبعنا دساتير يقولوا كثير من الناس انه عندنا نصوص قانونيه بامكانك ان تملا بها خزائن الدوله كلها. المشكله ليست في الدستور بل في تطبيق نصوص الدستور. ابو ماريا الان من عنابه. السلام عليكم السيد عثمان. عليكم السلام وبياك وشنا متواك. تفضل مرحبا بك. تحياتي لقناتكم الموقره. شكرا. تحياتي لاخواني الاحرار في الداخل وفي الخارج. سي عثمان 30 دقيقه تاتين ثانية من عندك برك باش نحن نهضروا باش نوصلوا للناس. المؤامرة يا سيد تبوني يقول لك أبو ماريا المؤامرة تخال درارني مؤامرة باش جابوا لك خبر. سمع منتي أنت مؤامرة جابوا لك خبر تخال درارني. نقطة. النقطة الثانية تاع عبد الله بن نعوب باش يعمل عملية تاع القلب مؤامرة يا شعب يا الأحرار مؤامرة باش ما يعملش عملية تاع القلب. ممنوع اللي يهدر واقعه وسعيد بوطريقه وجماعته ويحيى يعملوا يروحوا المستشفى مصطفى باشا. اما ثالثا الصحفيين اللي بيجيبوا لكش المعلومات مؤامره. الفقر في كل مكان مؤامره. انت جيتي في البلاصه ديك مؤامره. وين حاب تروح برقولي وين حاب تروح. الشعب هذا وشعب نقي ونطلب من اخواننا سامحني سي عثمان في المهجر وقولها المنظومه تسخن من العواصف وستكون من عاصمة باريس الريبابليك يا اخوتنا في المهجر يا شي شويتر يا زويميه يا ادميغا يا اخينا اللي في لوس انجلوس يا اخينا اللي في هاواي يرحم مولديكم على وجه ربي. يقول لكم ابو ماريا اعطونا ايد المعاونه ونحن علينا هنا الباقي نكملوه. طيب. والله ما تخافوا ما خافوكم ما تقاطعنيش يا سي عثمان قدرك عالي يرحم مولديك وولدك مؤامره تاع القنطار سبع قناطر وخرج براها وخوتنا تاع الراي مؤامره يخاف ربي برك شعرك شيب اني استحيت منك فاستحي مني ان لم تستحيني فعل ما شئت. تحيتي لقناه الاوراس تحيه لقناه الاوراس ارواحوا في قناه الاوراس ترتاحوا. عمرك تبون ما يدير الفار ما يدير العوره وتبون ما يدير الدوله. والسلام عليكم. وعليكم السلام ابو ماريا شكرا لك والتحيه لناس عنابه جميعا. الان محمد من وهران. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام.
تفضل يا محمد. فقدنا محمد يروح لرضا، رضا ان شاء الله نسال الله الرضا. رضا من الجزائر، وين رضا؟ الو تفضل يا رضا انطلق. الو رمضان من الجزائر. تفضل خويا معليش نسمعوا فيك تفضل. بخصوص الخطاب تاع تبون. ايوا انا ماشي سياسي بصح علاش ما كاش حاجه جديده هادشي هذا حنا نشوفوا فيه صاري من 65 عندنا ازمه الحليب ازمه البطاطا ما داروا لنا ازمه الضوء ومن بعد ازمه المياه كل عام بعد الدخول المدرسي ازمه الازمه عم يختطفوا الاولاد كل خطره يجيبوا لنا سيناريو. النظام هذا هو بدايته فاسد وفهموا باللي واحد فاسد ما يقدرش يخدم حاجه صالحه للبلاد. نعم هذه هي هذا هو النظام تاعنا. نعم وبالخصوص الخطاب تاعو ماشي في المستوى تاع رئيس الجمهوريه تاع الجزائر. نعم اللي يخطب ويقول لك الناس قاعده يزمروا وحنا خلاص الطريقه ماشينا مشات هذا ماشي خطاب تاع اللي يهدد به الامور هذا خطاب تاع كما نقولوا احنا تاع برا تاع زنقه كاع. واضح واضح جدا. الكلمه لبوزيد الان تفضل يا بوزيد. السلام عليكم الاخ عثمان. وعليكم السلام مرحبا بك. السلام الاحرار ام امين وحسن خونا وجمال والقائمة طويلة وشيخ رابح تاع الحراش. خونا عثمان خوتنا راهم يدخلوا ياو هذا ماشي نظام هذا عصابة بدات كما نقولوا خدعتنا. الاحرار كي كانوا الاحرار كانوا المجاهدين عطاونا الامانه هذه من 62 عطاونا الامانه وهادو عصابه كبرانات فرنسا ما نزيدوش نقولوا النظام ماشي نظام هذا عصابه هادو خداعين هادو خدعونا ومازلنا نهضروا فيها ومازلنا نعاودوا. وخونا هادو ما يبنوش دوله هادو ما يبنوش هادو كان خلونا من لوفاندو رانا درنا دوله الشعب هو اللي يدير الدوله ويدير الراي تاعو ورانا رحنا والقطار مشات. هذا الرئيس هذا اللي يقول لك كوشة أنا ما عنديش كوشة باش نمد السكنة ما بقاتلوش حتى رئيس هذا ماشي رئيس هذه ماشي خطاب هذا واحد تلميذ في المدرسة يعرف خير منه الخطاب. صحيح بوزيد أتمنى تسمعوش والسلام عليكم ومدى. وعليكم السلام بوزيد. شكرا لك بوزيد. أكيد هناك من يوافق ما ذهبت إليه. ماذا خسر ملايين الجزائريين بهؤلاء؟ ماذا لو أعيدت الكلمة للشعب عندما انطلق الحراك من 2019 فيفري 2019 إلى الآن؟ ربما كانت عندنا الآن صورة أخرى للجزائر تختلف تماما عن الصور الأخرى التي ورثناها تراكمات. ها نحن الآن مثل ما ذكر ضيوفي وكذلك المتدخلون بأنه عبارة عن نسخ ولصق هذا ما كان كوبي أند بيست يقولوا بالإنجليزي نفس الأشخاص الآن ببرامج أخرى جديدة ولكن الدولة تحتاج إلى رجال قبل البرامج والمناهج. شكرا لك أبو زيد. لك حل سيتي سيمسيلت. مساء الخير الاخ كريم. مساء الخير المتابعين المغاربه الكرام. شوف الاخ كريم الحركه 22 فبراير أيوة. 2019 النهار اللي خرج أيوة. خرج كاع الشعب معناتها قال لهم تروحوا كاع ايوا من المفروض رئيس الجمهوريه اول حاجه يديرها هو حل المجالس ما نقولش المنتخبه المعينه البرلمان البلدية والولائي الشيء اللي ما صراش النهار اللي راحوا يديروا نقولوا حنايا الحوار ما داروش مع نشطاء الحراك ما نقولوش ممثلين الحراك باسكو قال لك ممثلين الحراك بالباك جابوا الجمعيات جابوا التنظيمات جابوا الاحزاب هذيك تاع كما يقول لك الكاسر داروا معها الحوار وراحوا الانتخابات الرئاسيه. اليوم الرئيس ما يقدرش يمشي البرنامج السياسي تاعو على اساس انه الاغلبيه ما عندوش على اساس انه الولات رؤساء الدوائر المدراء التنفيذيين البرلمان البلديه كذا راه من العصابه ونقولوها هو راه عارفها وراه يقول فيها راهم يعرقلوا له في البرنامج السياسي تاعو. اذا بغى يمشي البلاد اذا كان ماشي في اطار قانون ويحترم الشعب ويحترم الحراك وما طلب الحراك لازم حل كاع المجالس ولازم رؤساء الدوائر والولات والمدراء التنفيذيين تاع الوزارات كاع يتبدلوا سينو ما كاش حل الاخ الكريم. تمام شكرا لك شكرا لك. لك حل مولود الان من بويره.
الو السلام عليكم. وعليكم السلام. خويا في مسألة خطاب تاع الرئيس تبون. ايوا. مسألة القطار يتسمى اللي ما يركبش في القطار هو واحد يركب في القطار. أصلا ما عندوش تيكي. ايوا مولود واصل. هو ما عندوش تيكي، هو محروق، هو حاب يركب اونوار. الحراك من هو هذا اللي ما عندوش تيكي؟ تبون وي. ما عندوش تيكي، هو حاب يركب اونوار. يحرقاني القطار. ايوا. الو. نسمع فيك مولود، واصل. مولود لا يسمعنا، معليش روحوا لمولود من تيارت، مولود رقم 2 من تيارت. تفضل يا مولود. السلام عليكم. وعليكم السلام. اخويا باهي سقطيك انا باوك هذا اللي ينوض وينوض من الرقاد يقول لك تبون احنا لازمنا هذا الرئيس لازمنا نعاونوه لازمنا وكاين المسؤولين واحد اخرين لازم يتعاونوا ثاني يخدموا البلاد ماشي لينا تبون أيوة. هذا ما تسمع يشوف كاع الناس في راس التقاصر راه يعطي فيه اوامر للناس الاوامر لازمنا تطبق كاع من الجميع ايوا واش لازم نحل مال مولود؟ صح؟ واش لازم يديروا المواطنين؟ المواطن عندهم راهم مسؤولين متقربين ليه، دوك تبون هذا نازلوا يقول لك يد واحده ما تطبق. هو يقول لك انا نعطي امر الامر هذاك ما راهش يتطبق في الميدان. طيب واش الحل اذا ما تطبقش؟ اذا لم يطبق هذا الامر، ما الحل؟ شوف يا اخي احنا لازم نكونوا نعرفوا نهضروا، احنا راه عندنا حريه التعبير، حريه التعبير نستعملوها في اوامر مليحه في باش نوضوا لتبون، تبون ماكش مليح، تبون ماك داير، عندنا رئيس لازم نحترموه هو قادرو، ومازال في البورصه مازال ما باتش قريبه في بين المشاريع تاعو في الميدان، رانا في عزمه، رانا في كورونا، رانا في كلش. طيب، هذا رايك على كل حال مولود ونحن نحترم رايك. ما صار في بلاده ما عندوش حب للبلاد هذه ولا بلادنا احنا يا ما تسيبوش بعد المسؤولين نعاودوا خويا. تمام. هل اكملت كلامك يا مولود؟ طيب حتى لا يقال انه نحن نقصي الاراء الاخرى، مرحبا بالاراء الاخرى اللي تشوف بانه تبون راه في الوجهه الصحيحه والطريق نتاعو يؤدي الى الهدف. عثمان من وهران. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. الو السلام عليكم. قلنا وعليكم السلام اخي تفضل. كان اخونا لاباس؟ الحمد لله تفضل. الله يرحم بوك، هذا رئيس تبون راه عنده 6 شهور من حيث ركب تبون. ايه 7. المواطن الجزيره فينا راه فينا 42 مليون. ايوه. علاه ما نخافوش ربي سبحانه وتعالى في الجزائر؟ وعلاش ما نعاونوش هذا الرئيس؟ ايوه. ها؟ نسمع فيك الرئيس. هذا الرئيس غادي عنده 42 مليون عين وعنده 42 مليون تاع يد وعنده 42 مليون تاع اخرى، علاش ما نعاونوش ونخافوا ربي سبحانه وتعالى ونخدموا بلادنا وكل واحد ينهي على منكر؟ العصابه راهي في الحبس. أيوة. العصابه راهي في الحبس، العصابه هي اللي راهي دروك هذه كما الناس اللي راهم يتكلموا ويقطعوا في تبون ويقطعوا في هذ الناس، هذه العصابه هذه اللي هم يديروا في الفتنه في البلاد. يعني هالمواطنين اللي يتصلوا بنا من العصابه؟ هادو من العصابه، هاد الناس راهم خايفين على المصالح تاعهم ولا اللي عندهم اللي عايشين في الخارج ولا عايشين هكاها يحوسوا يديروا الفتنه في الجزائر، علاش اخويا؟ خافوا ربي سبحانه وتعالى وصح هو راه المشكل. نعم. طيب. هذا رئيسنا درناه وانتخبه الشعب وراه معاه الشعب وما راهش هذا ماشي العصابه. كم عدد الذين انتخبوا عليه؟ 40 مليون انتخبت عليه. تعطيك الصحة عثمان، شكرا لك، رقم صحيح. كمال الان من تيبازا، تفضل يا كمال. 40 مليون انتخبوا تبونه. تفضل يا كمال. سلام يا اخ عثمان. مرحبا بك اخويا تفضل. يا الاخ واش حبيت نجاوب على هذاك الانسان اللي قال لك كنورمالمون على اللي قلت عليه رقم 2. ايوه. مولود ايه. الو. نسمع فيك يا كمال تفضل. واصل. اللي قال لك خلو يا الاخ عثمان. ايه؟ صراحه احنا رانا شعب رانا ضايعين، انا نوجه له واحد الميساج نقول له رانا ضايعين، ولادنا راهم يموتوا في البحر، ولادنا راهم يموتوا في البحر، رانا ضايعين ما لقيناش لقمه عيش، واش من خدمه رانا نشوفوا فيها راهي رايحه، الله يعافينا يا ربي راهي رايحه للاسوء. يلا للاسوء.
للأسوأ لازم يقفوا عليها رجال، وباش هذه البلاد يقفوا عليها رجال لازم يكونوا أدمغة من الناس الحيرات من نشاطة، لازم قاع يكونوا في رينيو وقاع تكون على كلمة مليحة صواب بلا على ربي يفرج علينا. بيسك احنا يا رانا نسوفري، وحنا الشعب الجزائري رانا نسوفري ورانا ضايعين في كلش، الكوميرس حبس، الاقتصاد حبس، رانا نعانوا. انا هذه الكلمة اللي حبيت نوصل له عليها ميساج، قد ما ماهيش كاينة الشعب راه ضايع. نعم. ورانا عارفين كلش، رانا الشعب الجزائري رانا عارفين كلش، كل حركة صغيرة كبيرة رانا نعرفوا كلش. صحيح كمال، الرسالة وصلت كمال خويا. حسين من بويرة الآن، تفضل حسين. ألو، السلام عليكم أخ عثمان. وعليكم السلام. يا أخي أنا حبيت نرجع الجماعة هذا اللي هدوهم قلت خلوه يخدمهم. أتفضل. نعم، أدرى من الناس مستفدين من الأخر من النظام، هم اللي هم مستفدين من النظام. أما الشعب الجزائري المسكين خرج ناظر باش يبدل الدولة ويبدل دولة القانون ودولة الحق، ماشي باش نضيعوا البلاد حنايا ولا نكرهوا فلان ولا فلان. حنا نروحوا شعب الرجال المخلصين يسقموا البلاد، والرئيس يكون منتخب من طرف الشعب، ماشي قضية حنا نكرهوا الطب ولا نكرهوا الطب ولا راه 20 سنة في العصابة 20 سنة في العصابة. وين كان تبونا هذا؟ وين كان؟ كان مع العصابة. أما إحنا حبينا نديروا نظام جديد، دولة الحق، دولة القانون، دولة الدستور، دولة هذا واش نحوسوا حنايا؟ ما نحوسوش حنا نخربوا بلادنا. أنا راني شعبي بسيط، أنا مانيش من العصابة. سبحان الله وبحمده. وما زيدوش تعيطوا الإذاعة تاعكم القنوات تاعكم. معليش يا حسين، معليش. قناة الشعب اللي تهدر الحق، احنا رانا مع الحق. وشكر الاخ عثمان. يعطيك الصحة اخو حسين، شكرا لك. بالحاج الان من غليزان. بالحاج، السلام عليكم. السلام عليكم يا عثمان. وعليكم السلام. وعليكم السلام. الو. نعم بالحاج، تفضل خويا. السلام خويا. تفضل خويا، تفضل. اخويا قواو الهضرة بزاف، تبون احنا رانا نقولوا هذا اللي يحكمها تبون. هاي تحية حسابات خويا القلالي، راه مضاقطين علينا بزاف خويا. أيوا مضاقطين علينا بزاف بلي حكمها تبون، راه تحية حسابات لازم احنا نتقمو، ماشي الرئيس يتقم. أيوا سمعني. أيوا نعم نسمع. لك لازم احنا نتغيروا، ما يغير الله نفسه القوم ما يغير بأنفسهم. نعم لازم احنا نتغيروا الأخ الكريم. تمام. الله يعطيك الصحة يا عثمان. الله يسلمك أخي، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، قال الله تعالى. سهيل الآن. سهيل من الجزائر. نعم السلام عليكم. فضل يا سهيل. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. تبون مزور جابوها العسكر، ما كانش الشرعية، والشعب تحرر هو اللي قرر دولة مدنية. السلام عليكم. خلاص هذا مكان. طيب هذا مكان بكفي هكا هو. سهيل، شكرا لك سهيل. سهيل نتفاعل باسمه، ان شاء الله تسهل الامور الى ما هو احسن، تتغير حياة الناس من حالهم الان الى احسن حال. دوما صحيح المواطن. ما زال عندنا الاخضر، هاي تفضل. هات لنا الاخضر من بعد. تفضل يا الاخضر. يعطيك وقت ان شاء الله. تفضل خويا. شكرا. تفضل يا الاخضر. نعتر. نعم ايه بسم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. اقول لهؤلاء اعطيني وقت نتكلم. يا اخويا تكلم، راك تضيع في الوقت على روحك انت. دعوا الجزائر فانها بخير، ودعوا قيادتها الجديده ولو كانت في ماس مما سبق، لكنها بثوب جديد. ايوه لكنها بثوب جديد وبمساعي أجد لأجل بناء جزائر جديدة. أيوة، بناء جزائر جديدة. طيب، وهناك من يخالفك يقول جزائر جديدة لا تبنى برجال قدامى مضت عليهم سنوات وهم في هذه السلطة ربما أكثر حتى من 20 سنة،
ولذلك لابد من التجديد، لابد من التغيير الجذري. هو نفسه قال الرئيس، قال لابد من تغيير جذري. التغيير الجذري هو الذي يطيح بالجميع، لابد من برامج جديدة وأشخاص جدد أيضا. ولذلك الناس الآن تتساءل ماذا لو وافقوا الحراك، ماذا لو حققوا مطالب الحراك وساروا مع الحراك منذ فيفري 2019. لكن جزائر أخرى اليوم عندنا، لكن طالما هم رفضوا تلبية هذه المطالب، انظر أين نحن الآن. بعد 17 يعقد لقاء سمي بلقاء تقييمي ليقال للجزائريين بأنه الأمور ما تشكرش، المناطق تظل تعاني، البؤس، الفقر، الحرمان، التعليمات اللي نصدروها ما توصلش، المنح ما توصلش، الهيبات نتاع الدولة ما توصلش، ماناش عارفين من هو اللي وقف الماء، ماناش عارفين شكون هو اللي شعل النار، ماناش عارفين علاش الناس تروح تسحب أموال. معقول جدا واحد في عمره 109 يعني قرن وتسع سنين يقوم من فراشه ويروح للبريد مرتين يسحب زوز ملاير؟ ولا واحد فهم هذه المعادلة اللي كان يحكي عليها عبد المجيد تبون. على كل حال هذا ما يقوله منتقدون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن حقهم يقولوا، ومن حق الآخرين أن يقولوا أيضا أنه تبون قاعد يشتغلوا هكذا وكذا وخلوه يخدموا ما إلى ذلك. لكن مستحيل أنه تبون ينال رضا الجزائريين كلهم. مبالغة كبيرة يقولوا أنه 80% من الجزائريين رهم سعداء ورهم راضيين، و20 فقط في المياه هم الناس اللي يعملوا عراقيل. هذه الكلمة أو هذا المصطلح ما دخلش قلوب الناس في الجزائر أبدا. هكذا يقولون بأنه هذه مغالطة كبيرة، سواء من صادرة منه ولا من الناس اللي هم حواليه، أقصد الناس اللي هم يعتبرون مستشارين له. هذا ما لدينا اليوم مشاهدينا، شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة والمشاهدة. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.